واحد طلق زوجتهم يتجادلون وقال لها أنت طلق 70 طلقة وقد هي الرابعة، ما حكمها؟ وقد هي الرابعة. معلوم أن الرجل إذا طلق زوجته 3 تطليقات إنها لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح هذا الزوج بنية المعيشة معه ليست بنية التطليق. فإذا قدر الله وطلقت فحينئذ لها أن تنكح زوجا زوجها الأول إذا تقدم لها كخاطب من الخطاب. لا مصطفى قل قد هي الرابعة، 70 مرة اخترها واحدة، وإن كان بعض العلماء لهم نزاع في هذا.